دينا احنا الان في حضره صاحب السمو الملك الامير فيصل بن بدر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الذهنيه والذكيه. سمو الامير احنا سعيدين جدا بلقائك معنا في ام بي سي. احنا نشوف اليوم يعني تحولات ايجابيه لخطوات مستقبليه للالعاب الذكيه والذهنيه. احنا مستقبلا رايحين الالكترونيه عفوا. سمو الامير احنا مستقبلا رايحين لوين بهالالعاب هذه؟ شوف احنا الحين كرياضه الرياضات الالكترونيه وكقطاع الألعاب الإلكترونية كقطاع عالمي ودولي، هذا قطاع جديد وقطاع قاعد يكبر يوم على يوم. فإحنا في موقف الآن كالسعودية أنه عندنا الفرصة نكون أفضل بلد وعاصمة دولية في الرياضات الإلكترونية وقطاع الألعاب، وهذا شيء إحنا شغالين فيها مع هيئة الترفيه وهيئة الرياضة مع كل الشركات القطاع الخاص اللي شغالين معانا، من ضمنهم اللي قاموا بهالمعرض الكبير الانسومنيا اللي من اروع ما يكون ما شاء الله. واللي ما جاء اللي ما جاء وما اخذ تذاكر انصحكم تاخذون. محروم اللي ما جاء للامانه صراحه. سمو الامير انا بسالك سؤال، عاده مثل هذه الالعاب تستخدم تقنيه الاتصال، هذا الشيء راح يسبب عبء كبير على استخدام الاتصال في السعوديه، كيف بيكون التنسيق ما بينكم ما بين وزاره الاتصالات في هذا الموضوع؟ بالعكس احنا وقعنا اتفاقيه بيننا وبين وزاره الاتصالات، والوزير نفسه هو فاهم هالمجال وشايف مستقبل السعودية في هالمجال، انه حتى لو تناظر من الانترنت هو من الناس اكثر ناس ساعدنا انه نأسس السيرفرات في السعودية، وهالاشياء موجودة الان. والحين شغلنا انه كيف نحكي مع الشركات الخارجية انه يركبون العابهم على السيرفرات السعودية.